بيعملوا فنجان شاي جنبه. انا نبليه. كيف طيب؟ يطلع لذيذ جدا مره مره. شويه ملح وزيت تفوتها بالفرن. هذا بيت منزل، هذا مش محل. بيتي فوق وبشتغل هنا حمالي. انا عندي بالمهنه خلعان فيها، يعني عندي 8 سنين بشتغل مدرسه، شغل مدرسه. هذه الفصل الحركيه الجديده من 1860. انواع كلها المعمول عندي، كل المعمولها. هلا برمضان كنت اعمل مدلوقه، بس هلا مش عادي اعمل مدلوقه، بكلفه كثير. هلا معمول مدلوقه الجوز، بنعمله بنمد العجينه بالسدر، بعدين بنجيب الحشوه بنحطها، بعدين بنجيب عجين ثاني شاب العجينه بنفردها على الوجه. خلطه العجينه سمنه وفرخه وسميد بنعجنها. ما بتعجني بايديك، هذا ما بده دعك كثير، بتعجني منيح بتريحيه، بعدين بتحطي له شويه مي بتعمليه هيك. ما بتعجني زي الخبز، زي خبز بي بس سمنه وسميد وفرخه. هاي فستق؟ ايوه. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. نعمل العشيه بعدين بنحط الحشو الجوز، الجوز فيها شويه سكر وعسل. نرجع بنتبعها بالعجينة الثانية اللي فوق منها، وجه الثاني نريحه شوي بنحطه على الفرن في ساعة. أهلا وسهلا فيكم.